خويا هادشي كيدمر القلب و ولا جينا نهضروا عليه غنهضروا بزاف ديما فلسطين. اكيد اننا ماشي المغرب كله حزين شعبا وملكا على شنو اللي كيوقع، وللاسف ان ما زعما لو كان الواحد بيديه انه يهز السلاح وكل شيء متاح ومصاب. انا كنظن بان المغاربه تبارك الله، شوف المسيره اللي كانت هنا في الرباط، هذيك اكبر دليل. كنظن المغاربه لو كان متاح انهم يهزوا السلاح باش يدافعوا على خوتهم الفلسطينيين غيديروها. واش غادي نقول لك؟ ان شاء الله ربي معاهم. كنتمنى ان الحرب تحبس، وكنتمنى ان يرجع السلام، حيت هذه الحرب هذيك تانفلونسي العالم كامل عن قرب عن بعيد. نتمنى من عند الله سبحانه وتعالى انه اذا الحرب تحبس.